بغينا نفهموا بعدا اشنا هي الدوافع ديال هذا القرار، وما نساوش بان دابا حنا رحنا في فصل ديال الشتاء والوليدات يعني غيخرجوا للمدرسه، غيكون باقي الظلام، وهنا بالخصوص كنهضر على الوليدات ديال البوادي لان غيضربوا واحد المسافه طويله باش يوصلوا للمدارس ديالهم، وملي غادي يخرجوا في الظلام يعني هذا الشيء غادي يعرضهم لجميع انواع الاعتداءات. واش هاد الوليدات عندهم بعد الوسائل ديال النقل؟ واش هاد الوليدات عندهم مطاعم لائقه بهم في المدارس ديالهم؟ وحتى الوليدات ديال المدن كيفاش غادي يمشيو يتغداو في ديورهم ويرجعوا للمدرسه ساعه ديال المكانه؟ ما فهمناش. واش السيد رئيس الحكومه فكر في هذا الشيء كله قبل ما ياخذ هذا القرار وبشكل سريع؟ لان هذا القرار راه هو كيمس بحق دستوري اللي هو الحق في التعليم، كيمس في المجانيه ديال التعليم، وكيعرض وليداتنا للخطر. ولهذا كنطالبوا من السي العثماني التراجع الفوري على هذا القرار لانه كيهدد السلامه ديال وليداتنا.